في هذه اللحظة الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين لفئة القعدان، انطلاقة بحفظ الله وسلامته اللي في أول المراكز. في هذه اللحظات هذا شهيد السيد عبد الله يوسف اللي حي في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن رقم محجوب ثالث المراكز هذا شهيد السيد مضوي محمد عثمان، في ثاني المراكز في ثالث المراكز رابع المراكز هذا بركال السيد طلحة القصير، في رابع المراكز خامس المراكز هذا مغادر السيد مبارك مبروك الرشيدي في خامس المراكز. في أول المراكز حتى هذه اللحظة شهيد السيد عبد الله يوسف اللحي في أول المراكز، ثاني المراكز من الجانب الأيمن هذا مهاجر السيد أبا ذر أبو الدم البطحاني في هذه المغربي، في هذه اللحظة تسلم مباشرة إلى أول المراكز هذا مهاجر للسيد أبا ذر أبو دم المغربي، هاجر للمركز الأول ولا الناموس حتى هذه اللحظات. وهناك ساعة مقدمة من السيد علي بن عبد الهادي البريدي لهذا الشوط، ساعة مقدمة لهذا الشوط هذا الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان للإخوة السودانيين. في أول المراكز الحفل الكريم في هذه اللحظات هذا اللي سلل في هذه اللحظات هذا مهاجر السيد أبا زر أبو دم المغربي في أول المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، وما شاء الله تبارك الله علامة الجودة على رأسه ومادة الزعفران في سباق ماضي فائز هذا مهاجر أيها الحفل الكريم وهاجر للناموس والمركز الأول إن قلت هانينا والناموس إلى السيد أبا زر أبو دم المغربي على فوز مهاجر بالمركز الاول، تهانينا والناموس الشوط الاول الرئيسي. اما اللي في ثاني المراكز وصل ايها الحبل الكريم شاهين للسيد عبد الله يوسف اللحوي، في ثالث المراكز وصل بركان للسيد طلحه القصير، تهانينا والناموس للاخوه الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 7 ثواني 50 جزء من الثانية، تهانينا والناموس دقيقتين 7 ثواني و50 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.